زواج نجم مسلسل الهيبة أواسم خلالاتي من شابة لاتينية شاهدوا جمالها الباهر. بس أويس عنده اندفاع وحنان صخر. اندفاع وحنان صخر. أويس شخص كتير حنون، وهيدا الشيء كل فترة عم بكتشف إنه عم بيزيد الحنان مش عم بيقل، ومتعب. يا ناحية تعبك. أنا شخص كتير صار لي زمن فيني أقول وحيد من ناحية العائلة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج بطل مسلسل الهيبة الفنان السوري أويسم خلالاتي من شابة لاتينية تدعى ميشيل سكارليت سانشيز. حبايب القلب الغوالي، يسعد صباحكم وكل وفي التفاصيل، نشر أويسم خلالاتي صورة جمعته معها، وأعلن الخبر على حسابه الرسمي عبر إنستغرام، وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه: ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة إلى الأبد. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك الفنان السوري أويسم خلالاتي صورا معها، إلا أنه هذه المرة أكد أنها زوجته وليست حبيبته أو خطيبته، مع الإشارة إلى أنها ليست نفس الشابة التي أعلن زواجه منها قبل 3 أعوام، لأن المنشور الذي أعلن فيه ذلك الارتباط حذفه عن صفحته. وكان قد نشر أويس مقطع فيديو معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدورها عبرت له عن حبها تعليقا على المنشور وقالت: أحبك. وعاد أويس عبر لها عن حبه الأبدي. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. الجدير بالذكر أن الفنان السوري أويسم خلالاتي اشتهر بدور صخر في مسلسل الهيبة، وكان قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أجراها عن ندمه على تقديم دور صخر في المواسم السابقة من الهيبة، وذلك بعد إقصائه عن المسلسل بسبب خلافات مع شركة الإنتاج. كنت صرحت وقررت من قبل أني ما عاد بدي أحكي لا عن الهيبة ولا عن... وقال الفنان السوري أويسم خلالاتي خلال اللقاء إن رسالة المسلسل غير جيدة وتعتبر استرخاصاً لذوق الجمهور، متسائلاً عن الثقافة التي يقدمها لجيل يعيش أساساً في الحرب، وقال ساخراً: يا أما حبيتك بالصيف يا أما حبيتك بالشتاء وطلاء وخيانة. وتابع أويسم خلالاتي قائلاً: يجب تكريس الأكشن في المسلسل لنعلم الجيل طريقة التعامل مع أي مشكلة بعيداً من القتل والدماء، وهناك حلول غير استخدام السلاح. لنفسي ولنجوميتي في اشياء اليوم كنت اعملها بمرحلة النجومية، اليوم ما بعيدة، تعلمت منه. باختصار ظلمت نفسي.